أشاد رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق بين مصر وكرواتيا في المحافل الدولية، بالإضافة إلى تمتع البلدين بعلاقات تاريخية ودية، وذلك خلال لقائه برئيس وزراء كرواتيا. وتناول الاجتماع أيضا مجالات التعاون الواعد الجاري التفاوض بشأنها مع الشركات الكرواتية، استكمالا لمسيرة المشاركات الناجحة لها بالمشروعات المصرية. كما تم الاتفاق على تحديد موعد لتوقيع اتفاقية منع الازدواج الضريبي بين مصر وكرواتيا خلال زيارة يتم ترتيبها لرئيس وزراء كرواتيا إلى مصر خلال النصف الأول من العام المقبل.